أنا دكتور مغازي علي محبوب، أستاذ السكر والغدة الصماء بكلية الطب جامعة عين شمس. الحقيقة يمكن النوعين بتاع مرض السكر اللي هو النوع الأولاني والنوع الثاني. النوع الأولاني ده طبعا زي ما احنا عارفين كلنا إنه إما نتيجة الإنفلونزا أو جين أو فيروس إنفكشن، وده بيجي عادة في النوع الأولاني ده في الأطفال، ممكن يبقى من سنتين لغاية 16 سنة، وده عادة بيبقى علاجه الإنسولين. الإنسولين الحقيقة دلوقتي فيه تقدم فيه جدا في الإنسولين، في دلوقتي إنسولين طويل المفعول وفي إنسولين قصير المفعول. عادة اللي هو البيزل انسولين ده، بيزل انسولين ده عادة بيغطي ال 24 ساعة بتاع سكر الدم. اما التاني اللي هو شورت اكتنج، شورت اكتنج ده بس اثناء الاكل، يقوم باثناء الاكل يظبط السكر وبعدين يسيب تاني ويبقى البيزل شغال طول الوقت. دي ده بالظبط زي ميميك فيسيولوجيكال فانكشن او بانكرياس. عشان كده بنقول احنا وي ريكومند ان احنا نخلي التو تايبس اوف انسولين انجكشن، وان لونج اكتنج وان شورت اكتنج. دي ذا بيست واي. النوع الثاني الحقيقه يمكن عشان هو ما حدش بيعرفه بسرعه، وبذلك عليه زي مثلا العيان يجي لك مثلا بعد سنه او سنتين، ويمكن مش انت تكتشفه، يمكن طبيب الاسنان او بتاع العيون. فبيساله بيقول له انت عندك سكر، يقول له لا، طب روح اعمل تحليل تلاقي عندك سكر. في الفتره دي، في فتره بتاع السنه او سنتين دي، بيحصل changes of endothelium dysfunction، وبناء عليه يبتدي المشاكل بتاع السكري اول حتى ما اول ما يجيلك. فعشان كده لازم النوع الاولاني ده must be screened، العيانين اللي هم probably يجيلهم سكر. النوع الثاني ده طبعا عادة بيبقى بعد 30 او 35 سنة، وده يمكن في الغالب فاميلي هيستوري، اما من الاب او الام، فيري كومن يعني، بيبقى حوالي 25%. وبناء عليه عاده الناس دول بيبقى وزنهم بيبقى زايد، فالانسولين ريزيستنس ده يبتدي شويه شويه يعني، الى ان يطلع البيتا سيل نفسها تبقى خلاص فينش يعني، ما تقدرش قادرة تطلع انسولين. لكن لو احنا الشخص ده قللنا له ديكريز ذا بودي ويت، ممكن قوي في خلال اسبوعين ثلاثه او شهر ينقص 5 كيلو في الغالب، هيتحسن وممكن قوي ما ياخدش دواء خالص في المريض. النوع ده الثاني ده في ادويه كتير قوي، في حاجات بتفرز الانسولين، وفي حاجات بتشتغل على الامعاء، وفي حاجات بتشتغل على السنترال البرين الحقيقه. بس كلهم مركزين على هاو تو ديكريز ذا بلاد شوجر. عشان كده هتلاقي مثلا في عيان ياخد سلفونيري، وعيان ياخد دي دي بي 4، وفي عيان جي ال بي، دول كلهم برضو ميثودز اوف تريتمنت، بس هاز ديفرنت واي اوف فانكشن. اعتقد ان الطبيب هو اللي يقدر يقول والله انا هديله كده او هديله ده او هديله ده، عشان بس اهم حاجه الريزلت يبقى السكر بتاعه وذن نورمال، يعني الفاستنج ما يزيدش عن 130،
البروستاجلاندين ما يزيدش عن 200 في الحالة دي وفي الوقت نفسه exercise و dieting كده يبقى انت very safe as regard your patient. Thank you.